اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده معانا تشكيله من الخضار، وانا بكون حريص على ان الثلاجه بيكون فيها في نهايه الاسبوع شويه خضار من الكوسه من البتنجان من الجزر. انا عايزك تعملهم النهارده بطريقه جديده. هنعمل طاجن تورلي بالدجاج، هنشوف نعمل ازاي صدور دجاج مع تشكيله من الخضار. وانا بتسوق ودايما بشتري الخضروات بتاعتي لفت نظري نوع من انواع اليقطين اللي هي الكوسه دي، شكلها جميل، اخواننا الشوام بيحشوها بتتعمل بطرق مختلفه، فانا حابب اخليها تشارك النهارده مع التورلي اللي هي زيها زي الكوسه، سموها طبعا اليقطين. اليقطين في منه الاخضر وفي منه الاصفر اللي احنا عارفينه بنعمله دايما اللي هو القرع العسلي. هنشوف النهارده طاجن تورلي بمدرسه مختلفه. معانا النهارده الريزوتو، هنعمله بالجبنه الموزاريلا والاعشاب. الريزوتو بيتعمل بالرز المصري او بلسان العصفور اقتصاديا، لان في نوع من انواع الرز بيتعمل ريزوتو سعره غالي جدا، ولكن للامانه والصراحه الرز المصري طعمه احلى بكتير منه. فانا هعمل الرز المصري النهارده ريزوتو مع الموزاريلا والاعشاب، ونشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله، والاكله دي هتعجب الاطفال قوي. اما تشكيله من الفواكه النهارده، والصراحه داخلين على الشتاء وايام الشتاء ما بين الصيف والشتاء، شايف التفاح والموز والعنب فواكه كتيره في السوق والمانجا. فانا معايا النهارده عصير كوكتيل على طريقه الخاصه. الفواكه مش هتنضرب في الخلاط، الفواكه هتتقطع زي الفروت سلط مع عصير برتقال، معها نوع من انواع المكسرات، ممكن يكون عين جمل، ممكن يكون لوز. يا صباح اللوز، عشان اللوز غني جدا باوميجا 3، واحنا محتاجين ندعم ولادنا بالاوميجا 3 عشان ما ينسوش الدروس بتاعتهم. تعال نعمل الريزوتو مع بعض كده بسرعه، نشوف مقاديره على الشاشه في عجاله. مقادير الريزوتو في متناول الجميع: كوبايتين من الرز المصري او كوبايه، معانا من الكرفس، معانا من الشبت، معانا من البقدونس، معانا من الروزماري، معانا جبنه موزاريلا وشويه حب. اهم حاجه في الريزوتو اضافه الجبنه الموزاريلا في نهايه تسويه الريزوتو. ليه يا عم الشيف؟ عشان الاكله دي بيبقى اكلها مطاطيه الشكل، ولكن الطعم من بين اصابع ايدك العشره. هو ده بقى الكلام. في شوربه فراخ؟ لا. في شوربه لحمه؟ لا. طب ينفع يا عم الشيف؟ ينفع، بس لو عندك شوربه فراخ في الثلاجه ولا عندك شوربه لحمه في الثلاجه انت هتبقى احسن مني، بس تقدر تتصرفي زي الشيف المغازي حالا كده وتعملي تركايه حلوه قوي. طاسه على النار، فص مستكه، شوفي بقى الابتكار الطاوي، مع توم. الله عليك يا عم الشيف، فص مستكه مع توم، واحط معلقه زيت صغيره. هنا الطعم بتاعك انت وبس. معلقة زيت، نحط المستكة القليلة، ما تكتريش، خلي بالك مش بكترها، دي بتمرر، خلي بالك زي الكمون كده، كتره في الطبق الفول يدينا مرارة على طول. المستكة 5-6 فصوص بالعدد. دابت المستكة، شميت ريحة المستكة، شفت الشقاوة دي؟ شقاوة مطبخ اهو. الله على الريحة الحلوة. انزل بفص توم حلو، الله ايه الحلاوة دي يا عم الشيف، وانزل بالرز المصري. يقوم الرز المصري يشرب ايه؟ طعم المستكة مع التومة، ونقلب. دي الأكلة اللي بيسموها في بعض الأوتيلات لما بنروح في مطبخ طلياني، ولا يكون على السفرة مطبخ طلياني أو سيرفيس طلياني أو أكلة طلياني، رز معجن. هو مش معجن، هو الريزوتو بيبقى معجن لأن بيبقى فيه جبنة موزاريلا كده، غير الرز بتاعنا طبعا المفلفل اللي هو الرز البريام. شفت التركاية دي؟ عملت إيه يا عم الشيف تاني؟ فكرنا. معلقتين من الزيت، دوبت 5-6 فصوص مستكة، نزلت مع التوم، يليه الرز، وأقلب. قام الرز يا عم الشيف شرب الإيه؟ المستكة والتوم ومعلقة الزيت. خلص الريزوتو. معايا مية بتغلى على النار، معانا كمان شوية روزماري لأن ده ريزوتو بالأعشاب والجبنة الموزاريلا، صح الكلام؟ نقف كده. نعم، لا ما ينفعش. بيقول لي ينفع نعمله بالشعرية؟ أنا بحبك أنت عارف يا شفيق، بس يعني لما تقول بالشعرية ما بقاش ريزوتو، بقى طاجن شعرية. طاجن شعرية بالإيه؟ بالخضار. نقلب كده. عادي، من حقه يقول اللي هو عايز يقوله، ده راجل بيستفسر. ده روزماري طبعًا، ده أساسي. حاضر عيني. بس اشم ريحه الروزماري كده مع المستكه والتومه،
الرز راح في حتة تانية خالص. راح طلياني وابوه طلياني وامه طليانية وطليان الاصل، بس اللي عامله مصري خفيف الدم. خلونا طبعا نحط السائل بتاعنا، ممكن يكون شوربة فراخ، ممكن تكون شوربة لحمة، زي ما انت عايزة، بس الطعم انا طلعته من اصابع ايد العشرة. هنحط السائل ده كده، العب، هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لتكملة الريزوتو من المطبخ الطلياني ولكن بخفة دم مصرية، مع تشكيلة فواكه الفروت سلات بطريقة جديدة. اوعى تروحوا بعيد، تابعوا. نتكم بعد الفاصل نشوف مع بعض شوية خضار، شوية أعشاب، إذا كان فلفل حار، إذا كان بقدونس، إذا كان كزبرة، شوية روزماري حطناهم في البداية. والله أنا عايز أسمعك صوتي جوع، إيه رأيك؟ أنا مش هعمل أي حاجة خالص. ده صوت الرز المصري في قلب الحلة بيبكبك بالطريقة الطلياني. سامع اللغة دي؟ بقول لك تحيا مصر. العب. هنقطع الخضار ده كده بالشكل ده كده. وانا لازم اروح اشتري كيس الرز، شفته والله في السوبر ماركت لقيته عامل مبلغ مستورد، ما اعرفش جاي من طليانة كده. شفت قال ميدن ان، يا عم ما الرز المصري زي الفل اهو، احلى الريزوتو ياخد الموزاريلا دلوقتي وياخد الخضار وياخد الحاجات الحلوة. ادي فلفل، اهم حاجه انك انت تخدمي عليه صح. ده شيله عيني. فلفل اصفر. نعم حاضر. والله لا افتح لك الفرن عشان يبقى فيه تباديل وتوافيق. عيني مش حرمك من حاجه، ها الحساب بعد الحلقه. بص على الحلاوه اهو، دلعني بقى عشان تعبت. ادي الفلفل الاصفر، لازم الخضار يتفرم ناعم لانه هينزل على الرز دلوقتي، فانا عايز اللون والفليفر والطعم بتاع السوائل دي تنزل على الرز. ويقول لك عطشان يا سمراني اسقيني ايه، خضره. ناخد تقطيعة الخضار دي كده، كل الخضرة دي كده، بقدونس على شبت على كرفس، بس الشبت خليه قليل الله يوفقك، لأن بدل ما يبقى مطبخ طلياني هيبقى مطبخ مصري وخلطة الشبت وخلطة المحشي واللي احنا عارفينها. خلوا بالكم مهم جدا نقلل الشبت في الحاجات دي بالذات. سنة شبت صغيرة اهي، تلاحظوا ان هم قال لهم ايه قيمة. وادي الخضرة دي كده، وادي البقدونس ده كده، ونشيل كل ده من هنا. اللهم صل، وناخد الخضرة دي كده، بس نبص على الرز الأول نشوف الدنيا عاملة إيه. أنا عايزك تجيب الحاجات الحلوة دي، الله يوفقك. أنت حبيبي. في عشرة بينا. نقلب الرز ده كده، إيه الأخبار؟ بص على الحلاوة أهو. شفت الرز؟ والله في طعم المستكة حكاية. هي سيد الموقف هنا المستكة اهي مع الروزماري. يلا ننزل بالخضرة، ننزل بالخضرة هنا. اقفل لك الفرن عشان ما يشغلكش، لان الصورة الحلوة بتشدنا. ناخد الخضرة الحلوة دي كده، يلا بينا يلا بينا. ده الريزوتو على طريقة المغازي، تشكيلة من الخضرة، فص المستكة مع التومة، قلب كيان الرز. شفت الخضره دي؟ لسه ما خلصت سنه الشبت في الاخر خالص، اوعى تكتر اكتر من كده بالله عليك. حلو قوي. نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه خالص. ايه ده يا شيف؟ كبار السن. الاطفال. نعم. لا ده ريزوتو بالاعشاب والجبنه، في ريزوتو بالدجاج، في ريزوتو بالجمبري. نضيف جمبري، نضيف دجاج،
شايف الخضار والحلاوه. ده للامانه وللمصداقيه هيحتاج شويه ماء مغلي. اوعى تحط ميه بالحنفيه، لازم تكون هنا الميه مغليه بس. خلاص ونقلب تاني. بسم الله. اكله حلوه، انا شخصيا بحب الاكله دي قوي، بقعد بالمعلقه وانا سريع اصلا. ما بحبش اقعد على السفره كتير. انا امي رحمه الله عليها للامانه والله العظيم مش عارف، مش يعني مش نفسي اكون مدرستها، كانت تقعد على الاكل فتره طويله قوي. بس تقعد بقى يعني ايه، بتكون مخلصه الشغل وتقعد في وسطي فتره طويله. ليه بقى؟ تقول لك يعني امضغ الاكل، شفت بالاداه كده وبالعفويه، يقوم ايه يريح المعده فعلا، ما ياخدش مشوار في المعده طويل. خلاص مضغناه كويس. ننزل بالجبنه، ننزل بالجبنه. يلا بينا العب. جبنه تحب البقدونس هتلاقي بقدونس، الجبنه تحب الفليفر بتاع الاعشاب هتلاقي فليفر الاعشاب، الجبنه تحب السبايسي هتلاقي سبايسي، الجبنه بتحب المستكه هتلاقي مستكه، الجبنه بتحب الحب هتلاقي حب. نمسح البوتاجاز بتاعنا عشان مخرجنا عايز يجيب الصوره الحلوه. معايا طماطم شيري في الاخر خالص، هزين الطبق بتاعي بالطماطم الشيري دي كده، وهنشوف هنزينها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله حلو دي. نقلب اقلب لغايه لما الجبنه تسيح وتديني الشكل المطاطي بتاعها في قلب الرز. تخيلوا بقى اختلاط وتعارف وانسجام الكربوهيدرات والنشويات بتاعه الرز المصري مع ليونه وانسيابيه الجبنه الموزاريلا. ايه اللغه العربيه دي يا عم الشيف؟ ايه ده؟ ايه الفصاحه دي؟ جاهز الاكل دي. ننزل بقى بشويه الفلفل الاسود، شويه الملح بس، مفيش بهارات تانيه خالص، تخترعيش حاجه. ملح وفلفل اسود بس، عشان الخضار هنا كل حاجه تبان بشخصيتها. الاكله دي بريئه من الكمون والكزبره. اذا نعمله بالكاري يبقى هنا دجاج، رزته بالدجاج والكاري. نغرف الطبق ده كده. اللهم صل على النبي، يستاهل هنا. يلا بقى نشوف الانتاج بتاعنا. الريزوتو مكانه هنا، اطلع لك. ناخد الريزوتو بتاعنا، نغرفه هنا، ينزل بقى لازم بالشكل ده كده. شفت؟ حد يقول لي الاكله دي شبيهه لايه؟ للامانه اللي هيقول لي، بس اللي يعرف الكلام ده اخواننا في الدول العربيه وحبايبي في الدول العربيه، خاصه السعوديه والامارات والكويت والخليج، اللي بوجه لهم تحيه كبيره. حد يقول لي ايه هي؟ سامعك سامعك يا ست الكل، اللي هو السليج. السليج بالدجاج، بس طبعا ما بياخدش جبنه موزاريلا ولا بياخد الخضره دي، الرز بيبقى بنفس الطريقه دي كده، وتحط عليه الدجاج والسمنه البلدي واللومي. حلو الكلام. طاسه على النار فيها معلقه زيت، فيها شويه الطماطم الشيري دول. الله، سنه الشبت دي، عصرة الليمون دي. العب. بس خلاص. حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة، موفرة مش مكلفة. وحضراتكم انتوا اللي هتقولوا مش انا. عملنا الريزوتو
بالرز المصري بيتكلم مصري، عملنا طاجن تورلي بالدجاج لطيف وجميل، عملنا كوبايات من الكوكتيل على طريقتي، وانا واثق انك لو هتعمليه احسن مني. يعني انا هدفي في الحلقه بتاعتنا او البرنامج بتاعنا اكله امي انك انت باقل تكلفه بنفس المشتريات بنفس الحاجات اللي موجوده في المطبخ كل يوم هتعملي طبق جديد مختلف الشكل والطعم، لان معاكي شيف شاطر دمه خفيف بيهزر معاكي بيخرج بره الموضوع وبيأدي الهدف بطريقه لطيفه. رؤيه فن ابداع، شوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضاء المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.